السلام عليكم، مرحبا بكم معي من جديد بالقناة. معكم ليلى، نتمنىكم كاملين تكونوا بأتم الصحة والعافية. اليوم إن شاء الله نحضر معكم في قصة مالحين كيجيو رائعين يعني جدا جدا جدا، كيجيو مقرمشين وواحد المذاق ولا أروع. بعجين وحدة غادي نخرجوا 4 نكهات بطريقة جد جد سهلة ومبسطة، وكذلك أبدا ما كيتكسرش لكم. غنعطيكم واحد الطريقة باش كيفاش طيبوه في الأول، باش هكذا كيجيكم ناجح 100%. إذا كنقولوا بسم الله على بركة الله، نبدأ بالمكونات والطريقة. تابعوا معي الفيديو للأخير، وإذا كنتم مازال ما اشتركتش بالقناة مرحبا بكم، انضموا للقناة بالضغط على زر الاشتراك الأحمر أسفل الفيديو وفعل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. إذا بالنسبة للمكونات، فغادي نحتاجو هنايا 250 ملل من الحليب، يكون دافي واحد شوية. نحتاج كذلك نصف كأس من كريمة الطبخ، ملعقة صغيرة من المطرد أو الخردل، كذلك غادي نضيف شوية من التوابل الخاصة بالسمك، شوية من الزعتر، وقليل من بودرة الثوم، بيضة واحدة، نصف ملعقة صغيرة من الملح، ونصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أي الإبزار، جوج حبات من الجبن المثلت. كذلك غنحتاج هنايا 65 غرام ديال الزبدة حيوانية خاصة بالأكل، تكون مذابة وتكون باردة، نصف كأس من الزيت، زيت المائدة، ملعقة كبيرة من صلصة الصويا أو صويا صوص. كذلك غادي نحتاج نصف كيس من خميرة الحلويات، والدقيق لجمع العجين. عندي تقريبا هنايا واحد 600 حتى 650 غرام ديال الدقيق. ندوز على بركة الله للطريقة. إذا غادي نبداو بسم الله. غادي نوضع الجبن المثلث، ثم غنضيف هاد الخردل أو المطرد، التوابل، الملح والإبزار، البيض. فنختم هاد المكونات كاملة مع بعضياتهم، عاد غادي نبدا كنضيف باقي المكونات. كذلك غنضيف صلصة الصويا، ونبدا كنخدم. نضيف كذلك الزبدة، ثم الزيت، والكريمة كيف قلت لكم الخاصة بالطهي كتكون مسوسة. هيا نصف كأس، صافي. نخلط هاد المكونات كاملة مزيان مزيان. حليب، ثم الخميرة، وهنا غنبدا كنضيف الدقيق. راني مغربل من قبل، ضروري الناس الدقيق ديالكم تغربلو. ونبدا كنجمع العجين، العجينة ما كتكونش قاصحة وما كتكونش مرخوفة عاوتاني بزاف.
صافي كنتحصلوا على عجين بهذا القوام، ستكون بحال هكذا. دابا غادي نقسمها على حسب النكهات نتوما اللي بغيتو تضيفوا لهذا العجين، سواء تنكوها على 4 المرات او على 5 نتوما واش حبيتو. فانا غادي نقسمها على 4. غير يكونوا الكرات مقسومين بالتساوي. صافي دابا غادي نبدا كنضيف المنكهات اللي بغيت لهاد العجين. اذا اول وحده غادي اذا اول عجين غادي نسمه بالباط ديال الزيتون. هنا عندي الزيتون اسود مطحون تقريبا واحد الملعقه. بالنسبه للعجين الثاني غادي نسمها بالزعتر اللبناني. انا عندي هنايا زعتر لبناني، راه متوفر في المحلات التجاريه الكبرى، حتى كذلك متوفر عند الناس اللي تبيعوا داكشي ديال الشمال. غندير تقريبا واحد ملعقه كبيره اولا ملعقه ونصف. بالنسبه للعجين الاخر غادي نسمها بالهريسه، وغنضيف واحد شويه ديال التحميره باش كتعطينا داك اللون الاحمر. والهريسه بطبيعه الحال واحد على حسب نتوما الذوق ديالكم، واش تبغيوها حاره بزاف ولا شويه. فانا كنبغيها تكون حاره، كنضيف واحد الملعقه صغيره مملوءه. اما بالنسبه للشكل الرابع فغادي نسمها بصلصه البيستو. هذه راه كتجي بنينه بنينه بزاف بزاف، كنتمنىكم تجربوها. حتى هي غنضيف تقريبا واحد ملعقه ونصف من صلصة البيستو. صافي غادي نبدا نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم. غنبدا باول وحده، دائما نخليو هادو اللي تيكون فيهم اللون نخليهم هما اخر حاجه غادي نخلطوها. بالنسبه للزيتون وبالنسبه للهريسه غادي نخلط هذا الاولاني ديال الزعتر حتى كيدخل لينا في العجين. صافي هي الكرة الاولى ديالنا واجدة. الى بقى لنا هنا شي بقايا كنمسحو طاولة العمل عاد كنكملو الخدمة ديالنا. ثم غادي نخلط هذه اللي بالبيستو حتى هي نفس الشيء، كنبقى كنخلط فيها حتى كتنسجم هاد الصلصة مع العجين. صافي هي الكرة الثانية ديالنا واجدة، ونفس الشيء غادي ندير حتى مع الكرات الاخرين. فوالا هذه الكرة كذلك ديال الهريسة هي واجدة. غادي تبقى لنا وحدة ديال الزيتون حتى هي مخلطها بنفس الطريقة. صافي هادي اللي بزيتون حتى هي هي واجده. دابا غادي نقسم حرابل ونخليهم يرتاحوا واحد شويه باش كيعطيونا الطوع في الخدمه باش هكذا نقدروا اننا نطلقوهم. صافي هنا كيف قلت لكم غنبدا كنشكل حرابل، نديرهم حرابل غير صغيورين قد اللاطه ديال الفران ديالنا باش هكذا كتجيونا مستفين كاملين حدا بعضياتهم. غير هو الحاجه الوحيده نعطيهم الخاطر في الطليق، يعني مثلا نحربلهم واحد شويه نخليهم عاوتاني يرتاحوا واحد شويه ونبدا عاوتاني كنحربل فيهم حتى كنكمل الطوله ديالهم. يعني قد ما كيرتاحوا قد ما كيعطيونا الطرف في اننا نطلقوهم. هانتوما كيف كتشوفوا دابا غادي نشكل الحريبلات بحال هكذا اوكي، ونخليهم على جنب. عاوتاني نفس الشيء مع الاخرين حتى كنكملهم كاملين ونخليهم يرتاحوا، ونعاود عاوتاني نبدا من اول واحد شكلت
نكمل ليه الطوله ديال البودان ديالو. صافي كي قلت لكم دابا غادي نبدا عاوتاني باول وحده شكلت، غنعاود نطلقها بالسمك اللي نتوما بغيتو، يا اما غلاظ اولا رقاق، كيبقى لكم الاختيار. وغادي نوضعها في الطاوله ديال الفران، وفي هذه الاثناء رانا شعلت الفران تيسخن. فهمتوا كيف كتشوفوا؟ من بعد ما شكلتهم دابا غادي ندخلهم الفران غير يتشمعوا، ما يطيبوش نهائيا، غير نقيسوا العجينه ولقاوها باللي نشفات وغادي نزولهم بسرعه. اذا ها انتم كيف كتشوفوا، من بعد ما تنخرجوا من الفران ها انتم راه تيكون مازالين، يعني باش نقول لكم بقيله خضرين من الداخل، غير كيتشمعوا غير من الفوق، باش هكا كيسهل علينا اننا نقطعوهم، ما كنطيبوهمش نهائيا. صافي كناخذ واحد الكيتوخ، ها انتم كيف كتشوفوا راه كيتقطعوا بسهوله، ماشي بحال ملي كيكونوا طايبين حنا كنقطعوهم وهما كيتفرتوا. صافي غادي نستمر بهذا الشكل. من بعد ما خرجتهم من الفران كنخليهم يبردوا غير واحد شويه، ولا ممكن تخليهم حتى ليله كامله يباتوا في الثلاجه ماشي مشكل. نقطعهم هكذا بشكل مائي، وغادي نستفهم في الطاوه وندخلهم الفران اللي تيكون سخون على عافيه مهيله بزاف بزاف، باش هكذا كيجيونا محمرين ومقرمشين حتى من الداخل. ما كنتحركش من حدا الفران، تنبقى جالسه حدا، باش هكذا كنحركهم مره مره باش ماشي الجناب ياخذوا لينا اللون الذهبي والوسط كيبقى خضرين. كنبقى نحرك فيهم حتى كيكتسبوا داك اللون اللي انا باغيه ونخرجهم من الفران. اذا كيف كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديال الفقيقسات اللي حضرت معكم اليوم، كيجيو على هذا الشكل ها انتما كيف كتشوفوا، كيجيو مقرمشين ورائعين وبنان بنان بزاف بزاف. كنتمنىكم تجربوهم لانه اكيد غادي ينولوا استحسانكم. كذلك كنتمنى على شكون الفيديو ديال اليوم ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج ما بين الاهل والاصدقاء وفي مواقع التواصل الاجتماعي. واذا كنتم مازال ما اشتركتوش بالقناه مرحبا بكم، انضموا للقناه بالضغط على زر الاشتراك الاحمر اسفل الفيديو وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. شكرا بزاف على المتابعه، والى وصفه قادمه وفيديو قادم باذن الله.